يا ولاد عمي، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد نهار جديد. بدا مش قلب الناس دابا تقريبا 6:38 عندي الدراما السبعة ديكس من طنجة ماتش باخر إشبيليا ومغتب موشجع الفورن الكريتوس. لا ما احنا بينا مشيو دابا لطنجة ان شاء الله مربوحة وربحو وندوزو نهار زوين. انا بعدا اول حاجة بغيت نطلع للدرا الناس نشكر ما عاد فاهم واش زعما قلتوش ليا كي جاني شهري في الزرق يا راه قولوا ليا في لي كومونتير مي تكون كنتسنى ترا في المغرب ما تفرحش بك دايرين 7 و 8 دقائق عشرين دقيقة احنا كنتجاراو هو ما يتجارش علاش ما يتجارش علاش ما يتجارش علاش احنا اللي نجرب دابا كنت عطلنا شي دابا كون كنجينا ما طلعنا كون مشى مخرج انا مشى للجوج انا للجوج شنو اش طرنا في التران ولقينا فين نجلسو بعد ما تحطينا نضرب بشي نعشة نوصلو لطنجة ستين ساعة وحنا غاديين ما تقولي لا غاديين لمكة تنعس ولا ما بيجي نحاول نعس هذا هو الحال نتمنى هاد النهار غادي يدوز زوين ملي بغيت منكم نتوما ولا جامل بارطاج مغربي حنا وصلنا لطنجة دابا غنمشيو دابا لطنجة في تيمول غدا ناكل فيه الجوع فيه الجوع فيه فيه الهيمري فيه الزقنبري شوفو شوفو جمال البارصة راه راهم مدراري المهم نمشيو ناكلو ونشوفو واش نديرو حيت مازال نعم جبد الماتش تاع الليل ودابا شحال الساعة دابا يالله 12:30 دونك مازال ما فيه محت مو ما عليناش ما تلتك الوقت جمهور ديال إشبيليا حنا دابا في كونجا في تيمون شو ناكلو شي حاجة خصنا نقلبو دور خصنا نقلبو الجمهور كاتالوني فين كاين ضروري تقول لي جانا لا ودوحنا قاليناش أبا
تقول لي الماكلة هنا شبه ما كبش قلت يقول لي فاحت رفاق شنع على وحالة العس ما زال فارق ما عميل ما عفنا الصراحة شو نقوله دعبا لكن مشون تليفون تشبه يلي فارق زنا على جلينا قالوا لنا بلي راسك هنا في رويال تيوليب ساعدك اللي قال لنا مقلوب على القصه تبارث ولا بغاو يطلقوا لنا اش قار ولا ما عرفناش ماشي حاجه اش قار ولا اش قار ماشي حاجه اش قار ما نعرف يعني حنا دابا حدا كارد ديال اسبيريا بعيد عن كارد البارسا ما يمكنش نشوفه دونك اش نقول لعبه في التيران ولكن الزوينه هي انني خريا معايا بابا الله انا وميسي في ارض وحده وسواريز وبوسكيت سيرجي روبرتا ويلي 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 اون فان بينا نمشيو للتيران واحد حاضرين عاوتاني اون فان بينا نمشيو للتيران دابا دابا شي شوي المهم دابا الصفا وقسمعني ماتش مع تسعود خليكم تا نوصلو خليا الفيديو جا مخربق المهم ملقيناش فين نجلسو دخلنا معطلين التاعة ساعة ونص شحال دخلنا حنا قدامهم شوف جوايز انيفيرسير واحد البنت سميتها مالك اللي درت هي معدا البارح جبون في ماتش البارح ونبيلة هو يلاه جاي جاي جوايز انيفيرسير و بارتاجو الفيديو حيت فريمون داز البارح نهار زوين بزاف كلشي يشوفو كلشي يعيشو معانا واخا تعطلت باش ندير لكم هاد باش نختم الفيديو ما ختمتش جوج البارح بالليل وصلت 13 بعد الصباح المهم كنبغيكم بغيتني ديجا تابوني كنت اول مره كنشوف هاد الكاميرا تابونا معايا و لو بوت هو الف عاوني قبل مون انيفيرسير اللي هو 20 سبتمبر باش نجعل الله نديرو شي كيفوب ولا شي حاجه
ممكن بكم بزاف شحال وصلتكم.